بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم نورتوني وحلقه جديده من قناتي ياسمين تي اليوتيوب. حلقتنا النهارده عن الفنان الكبير فريد شوقي. الفنان فريد شوقي فتوه السينما المصريه او ملك الترسو او فتوه الناس الغلابه، كل دي القاب عديده حصل عليها نجم الاربعينات والخمسينات والستينات. ايضا قام بالمشاركه في اكثر من 300 فيلم، 18 مسرحيه، وعمل العديد من المسلسلات التلفزيونيه والمسلسلات الاذاعيه كمان. هنبدأ من الأول ونقول اتولد فريد شوقي أو محمد شوقي عبده، ده اسمه الحقيقي، في البغالة بحي السيدة زينب. حصل على دبلوم معهد الهندسة التطبيقية ودبلوم معهد التمثيل، وعمل حبة أدوار صغيرة كده مع الفنان أنور وجدي، ثم بدأ بكتابة القصص السينمائية لأفلامه، واستطاع أن هو يحقق نجومية وأصبح يلقب بملك الترسو أو وحش الشاشة. كمان كتب العديد من قصص الأفلام وعمل على المسرح في العديد من مسرحيات الفنان الله يرحمه نجيب الريحاني، زي مسرحية الدلوعة وحكاية كل يوم. وكمان قام بالعمل في أفلام لبنانية وسورية وتركية زي شيطان البوسفور وعثمان الجبار. من المسلسلات بقى اللي قدمها البخيل وانا، طبعا المسلسل ده كلنا عارفينه مشهور جدا، وصبر يا عم صبر برضو مشهور، وغيرها من المسلسلات. قدم أول أدواره في السينما كان سنة 46 في فيلم ملاك الرحمة، كان مع يوسف وهبي وأمينة رزق، والفيلم ده تولى إخراجه يوسف وهبي، ليختاره المخرج حسن إمام في العام التالي اللي يليه مباشرة، وقدمه في فيلم ملائكة في جهنم كان سنة 47. وهذا الفيلم ده يعتبر الشهادة لأهلته لأن هو يقوم يعني بأدوار مهمة جدا في السينما. ومن هنا بدأ يتخصص في أدوار الشر ويكون أحد أهم أبرز الفنانين اللي يقدموا دور الشر. طبعا عمل في افلام عديده زي قلبي دليلي مع ليلى مراد وانور وجدي من اخراج انور وجدي، واللعبه بالنار مع المخرج عمر جميعي، والقاتل مع المخرج حسين صدقي. ملك الترسو من خلال عطائه الفني امتد على مدار 50 سنه، قدم ما يقرب من 320 فيلم، ونجح من خلالها بموهبته العبقريه ان هو يتنقل من ادوار الشر الى ادوار الخير والبحث عن الحق، ويقدر ان هو يواجه الاشرار. يعني سبحان الله عمل الدورين النقيضين تماما. من اشهر افلامه عنتر بن شداد وبالوالدين احسانا ويا رب ولد وشويش نص الليل والمدير الفني وقهوه المواردي وبطل النهايه والقصه حسن وامير الدهاء والمليونير والعملاق والزوج العازب وباب الحديد والنمر وخطف مراتي، وعلى فكره افلام تانيه كتير يعني مش هنخلص لو قلناها النهارده. كما قدم وحش الشاشة فريد شوقي العديد من الأعمال المسرحية، يعني حوالي 18 مسرحية زي ما قلنا، طبعا من أشهرها مسرحية شارع محمد علي والدلوعة وحكاية كل يوم والبكاشين والدنيا لما تضحك. هنتكلم بقى على حياته الشخصية. تزوج ملك الترسو أو الفنان فريد شوقي 5 مرات، الأولى من ممثلة هوية وهو كان عنده 18 سنة، والتانية من محامية كان بيحبها كثيرا جدا، وقال لها إن أنت ما اتجوزتنيش هنتحر، يعني هددها بالانتحار، فتزوجته. ثم تزوج من ممثلة غير معروفة كان اسمها زينب عبد الهادي، أنجب منها منى، ثم تزوج بعد ذلك النجمة المعروفة هدى سلطان، وأنجب منها ابنته ناهد ومها. آخر زواجاته كانت من السيدة سهير ترك التي ظلت معه حتى وفاته، أنجب منها الفنانة رانيا فريد شوقي وعبير، ولذلك لقب بأبو البنات لأن كل أولاده كانوا بنات. وأنا الحقيقة شايفة أن دي ميزة يعني جميلة جدا ربنا وهبوا بيها. واهم معلومه بقى عندنا النهارده في الفيديو، ويمكن ناس كتير جدا ما تعرفهاش، ان الفنان فريد شوقي كان اصلع، فكان بيرتدي باروكه. تعالوا نشوف سر الباروكه الشهيره للملك وحش الشاشه. عرس الفنان وحش الشاشه فريد شوقي اخفاء صلعته التي ولد بها منذ بدايه عمله الفني، فقرر ان هو يظهر في اعماله مرتدي باروكه علشان لا يستطيع المشاهد التفرقه بينها او كونها شعره الحقيقي. بعد فتره بقى لجا الفنان فريد شوقي لعمليات زرع الشعر حتى لا يحد الصلع من وسامته ونجوميته اللي اتعرف بيها واشتهر بيها، وكمان علشان يستطيع ان هو يتصرف بحريه وتلقائيه. قد روى محمد الصحار اقدم حلاقي دمشق في احدى لقاءاته في بعض الحكايات عن باروكه الفنان فريد شوقي، قال فيها: وضع الراحل فريد شوقي الباروكه منذ ان كان عمره 18 عام، حيث كان يضعها باناقه شديده جدا وتبدو كانها شعرا طبيعيا. كتب فريد شوقي ما يقرب من 400 سيناريو، انتج اكثر الافلام التي تتميز بشكل جماعي بالاضافه للمسرح والتلفزيون والسينما. وصلت شعبيته للعالم العربي كله، حيث انه انتج في تركيا بعض الافلام، والمخرجين دائما كانوا بيخاطبوه ويكلموه بصفته فريد بيه، وتعني السيد فريد، وده كان دليل على الاحترام.
وهنتكلم بقى على بعض أعماله كممثل. 1946 ده كان أول فيلم عمله، كان فيلم ملاك الرحمة مع يوسف وهبي وأمينة رزق إخراج يوسف وهبي. وبعد كده قدم فيلم ملائكة في جهنم كان سنة 47 إخراج حسن الإمام. مسيرته تميزت بأعمال الشر واشتهر بالفتوة، وبعدها أصبح البطل الذي يدافع عن الخير في مواجهة الأشرار. طبعا الأشرار كان بيمثلهم الفنان محمود المليجي أو الفنان زكي رستم. وجاءت أفلامه في هذه المرحلة أفلام متميزة، منها جعلوني مجرما 1952، الفيلم طبعا ده شهير جدا، واستمر فريد شوقي بطل حتى وصل إلى مرحلة من الكبر، يعني تقدم به السن، فبدأ إن هو يقدم أفلام مختلفة شوية زي رجب الوحش عام 1985. وشايفين طبعا معانا الفنانة الجميلة رانيا فريد شوقي وهي صغيرة، كانت بتتميز الحقيقة بالجمال وهي صغيرة وهي كبيرة ما شاء الله عليها. الفنان فريد شوقي سافر لتركيا بعد النكسة سنة 67 وقعد هناك فترة زمنية، عمل بطلا ومنتجا طبعا لبعض الأفلام التركية. من الجدير بالذكر ان ناهد فريد شوقي منتجة مصرية، هي ابنة الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان، واخت رانيا فريد شوقي من والدها. ابنها بقى فريد المرشدي من زوجها الاول اللي هو تزوج من الفنانة داليا البحيري وانجب منها اسمت، ومات في حادثة سيارة طبعا كانت مشهورة الفترة اللي فاتت. وكمان بنتها الممثلة المعروفة ناهد السباعي من زوجها المخرج مدحت السباعي. هنتكلم بقى على البيت اللي عاش فيه الفنان فريد شوقي. البيت دلوقتي بيت مهدم أسقط الخريف أوراق الشجر بتاعته، بقى يشبه أفلام الرعب الأجنبية، وفيه طبعا العديد من الأشجار التي ما زالت تجري في أحشائها بعد الحياة. طبعا البيت دوا كان في فترة حياة الفنان فريد شوقي كان مصدر للحياة في الشارع كله، هكذا قال نبيل محمد أحد سكان المنطقة. ده كان في الماضي، كانت فيلا فريد شوقي تملأها الحياة، كان الفتيات يلهون ويلعبون خلف الأشجار الحديقة وزهورها الزاهية، وكان في خدمين وكان يوجد من يرعى هذا المكان دائما. أما الآن بعد وفاته 1998 عاشت في هذا المنزل ابنته رانيا فريد شوقي لفترة طويلة، وكانت متمسكة ببقاء الوضع على ما هو عليه، لكن مشاغلها طبعا منعتها من الاستمرار في العيش في مكانين في آن واحد. وحدث بعض المعارك مع الورثة الذين كانوا يصرون على بيع المنزل، فرفضت أرملة الفنان دعوة قضائية طلبت فيها وزارة الثقافة بتحويل منزله إلى متحف خاص به. الدعوة اتحفظت بعد موافقة وزارة الثقافة على هذا الأمر ولم يحدث أي شيء. قررت رانيا أن هي تغلق الفيلا بتاعت أبيها لحين يعني إشعار آخر أو حين يحدث أمر آخر، الأمر الذي أدى لتكوين هذا المشهد المميت، فأصبح أرجاء المنزل أشبه يعني بأفلام الرعب الأجنبية، وتوصل المنزل لهذا الشكل. حصل على أكثر من 92 جائزة أبرزها وسام الفنون الذي سلمه له الرئيس جمال عبد الناصر. من المعلومات اللي انا قلتها لكم قبل كده في فيديو سابق ان كان ليه اخ توأم هو اللواء احمد، سبحان الله كان يشبهه جدا جدا، لكن لم يعمل بالفن لدرجه ان انت لو كنت شفته ما كنتش تعرف تفرق ما بين الاثنين. حتى يعني في صوره ليه مع الفنانه هدى سلطان، فكان كل اللي بيشوفهم يفتكروا على طول ان هو ده الفنان فريد شوقي. هنتكلم عن وفاته. توفى الفنان فريد شوقي في يوم الاثنين 27 يوليو سنة 1998 عن عمره ناهز 78 عام. كان عنده التهاب رئوي حاد دام لمدة حوالي عامين نتيجة طبعا كثرة السجاير، كان بيدخن بشراهة جدا طبعا، فعانى من المرض لمدة سنتين. ظهر معانا في الصورة هنا الفنانة الأمورة رانيا فريد شوقي وهي صغيرة مع والدتها، ودي صورة عائلية للفنان فريد شوقي مع عائلته. معنا النهاردة بعض الصور الجميلة النادرة لأسرة الفنان فريد شوقي، ومعنا كمان أعمال تناولت سيرته الفنية. تناول شخصيته في عدد من الأفلام والمسلسلات، منها مسلسل الشحرورة سنة 2011 عن قصة حياة المطربة صباح بطولة كارول سماحة، وقام بدور فريد شوقي الممثل محسن منصور، وكمان في مسلسل كاريوكا سنة 2012 عن قصة حياة نجمة الفن تحية كاريوكا، كان بطولة طبعا وفاء عامر. قام بقى بدور الفنان فريد شوقي أحمد أبو عميرة. حياته الفنية امتدت أكثر من 50 عام من تألق وبراعة في الأداء في أدوار مختلفة، ومن أجمل أفلامه أسرار الناس و30 يوم في السجن وأفواه وأرانب والحرامي والمتمرد وأمير الدهاء وأنا الدكتور وأنا الماضي وأنا بنت مين واسكندرية ليه وإعدام ميت والأبطال والأخ الكبير والأستاذ أيوب والجاسوس والخدعة الخفية والستات عفاريت والضوء الأحمر والطيب والشرس والجميلة والظلم حرام والعبيط والغول والفتوة والقاتل والقاتلة برضو، وفيلم الكرنك واللعب بالنار والليلة الموعودة والمدير الفني
مني والناصح والنصابين التلاتة وباب الحديد وبداية ونهاية وبنت عنتر وتاجر الفضايح وتجارة الموت، أفلام كتيرة جدا جدا زي ما قلتلكم. يعني الله يرحمه، فعلا من الفنانين النادرين في هذا الزمن. أتمنى النهاردة أن الفيديو بتاعي يكون عجبكم وأكونش أطلت عليكم، معلش أنا فيديوهاتي بتطول شوية، لكن بحب أعرفكم بكل تفاصيل حياة الفنان ونكون ملمين بيها أكتر. انتظروني ان شاء الله في فيديو اخر لفنان اخر والخبر اخر من قناتي ياسمين في اليوتيوب. قبل ما امشي بقول لكم ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للفيديو وللقناة، وانتظروني في فيديو اخر.